اضرب وقم بتبسيط الجذر التكعيبي لاثنان اكس تربيع ضرب الجذر التكعيبي لاربع اكس القوة اربعة. اذا اول امران سيخطران على ذهني هما اننا يمكن ان نغير الترتيب قليلا في هذه المسألة بحيث نضع الاعداد بجانب بعضها، فنستطيع ان نضرب خمسة ضرب ثلاثة ونضع الجذور التكعيبية بجانب بعضها، والجذر التكعيبي يعادل رفع العدد القوة الثلث، فالجذر التكعيبي لـ x يساوي x للقوة ثلث. لنفعل هذا إذن دعونا نغير الترتيب ونعيد كتابة الجذر التكعيبي ليصبح صورة القوة ثلث. إذن لدينا 5 و 3 يكون لدينا 5 ضرب 3، ثم لدينا الجذر التكعيبي لـ سأستخدم لونا آخر، الجذر التكعيبي لاثنان اكس تربيع، ويمكن إعادة كتابتها لتصبح اثنان اكس تربيع الكل مرفوع القوة ثلث. ثم لدي الجذر التكعيبي لأربعة اكس القوة أربعة ويساوي أربعة اكس القوة أربعة الكل مرفوع القوة ثلث. والآن نعرف من خلال خصائص الأسس أنه إذا كان لدينا عددان مرفوعان لنفس القوة بالتالي نأخذ الناتج أولا ثم نرفع للقوة. فإذا كان لدي A للقوة X ضرب B للقوة X فهذا يساوي A ضرب B الكل مرفوع القوة X. إذن يمكن تبسيط هذه العبارة لتصبح 2X تربيع ضرب 4X للقوة 4 الكل مرفوع للقوة ثلث. وبالطبع فإن 5 ضرب 3 يساوي 15، وإذا قمنا بتبسيط ما هو داخل العبارة هنا مرة أخرى نغير الترتيب، ولا يهم كيف ستكون إعادة الترتيب هذه لأن كل ما لدينا هنا عبارة عن عمليات ضرب. هذه 2 ضرب 4 يساوي 6، أي 6 ضرب X تربيع ضرب X القوة 4، X تربيع ضرب X القوة 4 يساوي X القوة 6، وكل هذا مرفوعا للقوة ثلث، ثم مضروبا ب ليس 6 بل ان 2 ضرب 4 يساوي 8، اذا 2 ضرب 4 يساوي 8 وليس 6. وبالطبع اكس تربيع ضرب اكس للقوه 4 يساوي اكس للقوه 6، ونضيف الاس للاساس نفسه، نرفع كل هذا للقوه ثلث، فيصبح 8 إكس القوة 6 الكل مرفوع للقوة ثلث، وكل شيء مضروبا ب 15. ويمكننا استخدام هذه الخاصية، فنحن نعلم أنه إذا كان لدينا عدد ما مضروب بقوة معينة فهذا يعادل 8 للقوة ثلث ضرب إكس للقوة 6 مرفوع للقوة ثلث، وكل هذا مضروبا ب 15. إذن 8 القوة ثلث ضرب X القوة 6 الكل مرفوع القوة ثلث، وكل هذا مضروبا ب 15. و 8 للقوة ثلث تساوي الجذر التكعيبي لثمانية، وربما تدرك أن 8 عبارة عن 2 ضرب 2 ضرب 2، بالتالي 8 للقوة ثلث تساوي 2، و x للقوة 6 الكل مرفوعة للقوة ثلث هنا تعادل x للقوة 6 ضرب ثلث، وتعادل أيضا x للقوة 6 على 3، أي تساوي هنا x تربيع. لدينا إذن 15 ضرب 2 يساوي 30، إذن هذه العبارة تساوي 30، ثم لدينا هذه العبارة وسأكتبها بلون مختلف، وهي X تربيع، وهكذا انتهينا. ويمكن اتباع عدة طرق لحلها، فيمكن ألا تستخدم الأسس وتقول انظر، يمكن أن أخذ الجذر التكعيبي للناتج هذا ككل، وهذا يعتمد على الطريقة التي تتبعها للحل، وعند استخدام خاصية الأسس بالشكل الصحيح ستحصل على الإجابة نفسها.